صباح جديد يا جماعه بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. النهارده يوم جديد، يوم الاحد 29 سبتمبر، يوم خريفي، جو معتدل. يا رب ان شاء الله تكون بدايه لاجواء جميله في مصر باذن الله، خاليه من اي قلق، خاليه من اي تشككات، خاليه من اي نزاعات باذن الله، سواء على المستوى الفكري او على مستوى الارض. طبعا النقاش مطلوب، وان احنا نعمل راي وراي اخر ده شيء مطلوب بينا كلنا، ولكن دون ان يصل ذلك الى حد النزاع او حد الاختلاف بحده شديده. وده اللي مسيطر على مصر في هذه الايام، صوت العقل تغلب على اي صوت اخر. الناس عارفه هي عايزه ايه، حتى لو لها بعض الشكاوى، حتى لو في بعض المعانين المواطنين بيعانوا نتيجه لضغوط الاصلاح الاقتصادي، وده شيء طبيعي جدا لانه الاصلاح الاقتصادي شيء محتاج لسنين طويله، احنا اضطرينا نضغطه علشان بقالنا سنين طويله متوقفين عن اي نوع من انواع الاصلاح. فحتى لو في طلبات، حتى لو في ضغوط، لكن كل المصريين اتفقوا على حاجه واحده، انهم لن يعودوا الى الوراء، عاوزين البلد دي تطلع لقدام بصوت العقل، بصوت النقاش الحر، بصوت المنطق، وصوت حب الوطن اللي مسيطر على اي صوت اخر. ان شاء الله دايما احنا بلدنا بخير والمصريين بخير ووعيهم جميل جدا. الوعي الزائف وعي سيء بيشدنا للخلف وبيرجعنا للخلف، والوعي المزيف ده ممكن ينتج عن اشياء كثيره. زي ما قلنا في حلقات سابقه انه الاعلام ووسائل التواصل سواء العادية أو وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة في يد الإنسان، إما بيستخدمها استخدام سليم بمنطق بشكل يعني خالي من أي أغراض دنيئة وبالتالي بيحقق غرضه، وإما بيستخدمه لتحقيق مصالح شخصية بعيدة عن مصالح الوطن، وده بيكون نتيجته سيئة جدا. احنا هنتعلم ازاي المزيف من الحقيقي بالتجربه والخطا، وده حصل مع المصريين على فكره في الاحداث الاخيره ودعوات النزول للتظاهر في الشارع. المصريين من نفسهم دون ضغوط عرفوا يعني انهم يفرقوا بين الغث والسمين، عرفوا يفرقوا بين مين اللي بيحب البلد ومين ما بيحبهاش. دعوات التظاهر دي هل بتصدر فعلا عن شخص وطني محب لبلده ومحب لتقدمها، ولا هي صادره عن ناس بتعمل تصفيه حسابات او عايزه تهد البلد دي وتهد ما تحقق بيها وما نريد بناءه للمستقبل. علشان كده دايما عايزين نكون واعيين لأي يعني مؤامرات ممكن تحاك ضد مصر، وفي نفس الوقت نكون واعيين للأهداف اللي احنا عاوزين نحققها ونصر على تحقيقها، الحرية والعدالة والكرامة، ودي أهداف نبيلة أعتقد كل المصريين بيتفقوا وبيشتركوا فيها على حد سواء المواطنين أو صناع القرار. النهاردة هيكون عندنا فقرات عن هذا الموضوع، وكمان هيكون عندنا فقرات عن مصر الجميلة بولادها المختلفين، ولادها اللي عندهم قدرات غير عادية، قدرات خارقة. زي ما عندنا يعني أبطال في كل المجالات، كمان عندنا أبطال خارقين للعادة. هنتكلم عن فقراتنا، ولكن قبل ما نتكلم عن الفقرات اللي موجودة معانا النهاردة، خلينا نستعرض تقرير مهم أيضا عن إفريقيا. احنا طبعا بنرأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وده بيدفع بكل الصالونات الثقافية والأدبية للحديث عن أفريقيا ودورنا في أفريقيا. النهاردة بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي، صالون ذاكرة الوطن بينظم الدورة الشهرية بتاعته وبيخليها بعنوان الاتحاد الأفريقي ودور مصر في أفريقيا. دور مصر مهم ومستمر، ممتد من سنة 63 منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وحتى الآن، وحيستمر إن شاء الله. خلينا نشوف ونتابع مع بعض فعاليات هذه الندوة، وبعدين نرجع مع بعض نقدم فقرات الحلقة. بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، أقام صالون ذاكرة الوطن مشروع للمستقبل ندوته الشهرية بعنوان الاتحاد الإفريقي ودور مصر في إفريقيا. هذا الشهر نناقش العلاقات المصرية الأفريقية، انطلاقا من أن هذا الشهر شهر سبتمبر هو ذكرى إنشاء الاتحاد الأفريقي. حضرات السادة المشاهدين يعلمون أنه منظمة الوحدة الأفريقية التي أنشأتها مصر من خلال الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، وساهمت مصر بدور كبير وفعال ومؤثر في عملية التحرر الوطني باحتضانها لكل حركات التحرر الوطني في إفريقيا. أثبت التاريخ أنها القلب النابض للقارة، تلك هي الدولة المصرية التي استطاعت استعادة دورها الريادي في فترة وجيزة بعد انقطاع دام لعدة سنوات، فأصبحت رئيسا للاتحاد الإفريقي.
تحاول مصر خلال الخمس سنوات الماضية رأب الصدع في العلاقات المصرية الإفريقية وإعادة العلاقات واللحمة في العلاقات ما بين مصر وإفريقيا. إفريقيا مهمة جدا لمصر، يكفي أنه النيل ينبع من إفريقيا، وأنه إفريقيا كسياسة كاقتصاد كعلاقات إنسانية لها دور أو لنا أو بيننا وبينهم أدوار مهمة جدا. التقدم في العلاقات المصرية الإفريقية لم يأتي من فراغ، ولكنه استند إلى قيادة سياسية حكيمة استطاعت قراءة المشهد بدقة وأولت أفريقيا الاهتمام الأكبر. أهلا بحضرتك. يمكن في دول في العالم سر عبقريتها بيكمن في وقعها الجغرافي، أو بيكمن مثلا في أنها بتقع في مكان معين في العالم في ثروات أو غيره. مصر الحقيقة برغم كل ما فيها من ثروات طبيعية ومن موقع جغرافي، لكن قوتها الحقيقية بتكمن في البشر. وساعات المصريين مش بس بيقدموا آيات البطولة في الألعاب الرياضية العادية أو حتى في حبهم لهذا الوطن أو تفانيهم في أعمالهم، ولكن بيبقى عندهم قدرات خارقة تميزهم عن الآخرين. النهاردة وفي فقرتنا الثانية بإذن الله هيكون عندنا ضيف خارق للعادة بكل المقاييس. هو بيأتي من الإسماعيلية من مدينة فايد بالتحديد، وظهرت عنده مواهب خارقة منذ الطفولة واستطاع أن هو يستغلها استغلال سليم. لاعب مصارع حرة، وهو المؤسس لاتحاد المصارعة اللي ضم من خلاله مجموعة من المصارعين من مختلف المحافظات اللي ما كانوش عارفين يلاقوا فرصة لممارسة هذه الرياضة، لكنه كمان عنده قدرات أن هو يجر مقطورات كبيرة جدا، وبيحاول من خلال جهوده الذاتية أن هو ينضم لموسوعة جينيس الأرقام القياسية بجر أكبر قدر من القاطرات بتصل ل 33 طن. ربنا يوفقه ان شاء الله. اشرف كابونجا هيكون معانا النهارده باذن الله في الفقره الثانيه، هنعرف ايه هي المواهب الخارقه وازاي بيمارسها، وهنشوف كمان بعض الفيديوهات اللي بتؤكد قدرته على عمل اشياء قد تبدو مستحيله، لكن هو ده المصري الخارق للعاده بطبيعته. كمان هيكون عندنا بعد الفاصل مباشره حديث مطول عن موضوع الشائعات، الوعي الزائف، يعني ايه الجيل الرابع وحروب الجيل الرابع، مصر تعمل ايه تجاه ده، الشعب المصري بيتعرض يوميا لوسائل التواصل الاجتماعي اللي اصبحت جزء من حياتنا زينا زي كل المواطنين في انحاء العالم، ازاي ممكن نتعاطى معاها، ازاي ممكن نستفيد منها ونستغلها استغلال امثل ونبعد عن ما هو قد يعكر حياتنا او يدمر بلدنا. هيكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل الكاتب الصحفي محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر، وهنتكلم بالتفصيل عن الشائعات، عن حروب الجيل الرابع، عن الوعي الزائف وكيفية مقاومته، وإزاي ممكن نخلق وعي سليم عند المصريين. البلد دي عشان تنهض مش هتنهض غير بالوعي، زي كده يعني عودة الروح اللي كتبها توفيق الحكيم، هي دلوقتي احنا محتاجين عودة الوعي، الوعي في كل المجالات، الثقافي والفني والرقي بالإنسانية، وعي إنساني عام. وده اللي احنا عاوزين نتكلم عنه ونركز عليه في الأيام اللي جاية. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي من جديد وفقرتنا الأولى.